تعرف ايه عن التنمية المستدامة؟ ما اعرفش حاجة انا صراحة خالص. ما اعرفش حاجة، ما اعرفش حاجة والله. اللي هي عبارة عن ايه بالظبط عشان انا مش فاهمها برضه بصراحة؟ التنمية المستدامة لا ما اعرفش حاجة خالص. لا ما اعرفش صراحة. التنمية المستدامة دي في ايه بالظبط؟ ما اعرفش والله. قول السؤال تاني. تنمية مستدامة يعني ايه تنمية مستدامة يا جماعة؟ التنمية المستدامة لا من اول طب قولي وانت موجودة. يعني ايه اصلا السؤال؟ التنمية المستدامة مش عارف. هي التنمية اللي اعرفه ان حاجة يعني ايه، يعني حاجة بترفع من حاجه معينه مثلا، يعني انت مثلا عندك مثلا محل او حاجه بتنميه ان انت مثلا تطور منه. لا والله هم اتكلموا عليها مره بس انا ما يعني ظروف الحياه بتخلي الواحد ما بيشغلش باله بحاجه زي كده. هي التنميه ان انا مثلا في حاجه ببقى محتاج ان انا اطورها واحسنها، دي التنميه. لكن المستدامه دي ايه دي؟ احنا لغات على فكره، قولي لنا بالانجلش كده، قولي لنا بالانجلش هنفهم. اعرف التنمية اللي تخص ايه؟ طيب تخص البيئة. ما المشكلة بقى احنا هنجري نشتغل ولا هنسمع اللي بيتقال؟ وبعدين الكلام كتير قوي في الاعلام، فاحنا بنفوت حاجة وبنسمع حاجة. يعني زي حاجة مستمرة كده، التطوير المستمر، يعني زي ان انا بطور التعليم و في المجالات الرياضية وكده. اعرف التنمية المستدامة اللي تخص البيئة اللي هي تبع المدينة المستدامة بتاعت ماريوس هيلز مثلا، ده تبعكم ولا ده حاجة تانية خالص؟ ما اعرفش والله. اللي بعرفه في ايه؟ انا سمعت عنها بس هي التنميه المستدامه اللي هي تنميه التنميه في البشر، في البشر، في في الاعمال، في 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 الاسكان، صح كده؟ ايجابيه. ما انا ايجابيه زيها. انتوا جايين تحرجونا. بننمي مهاراتنا. المستدامة دي جاية من كلمة اللي هو التنمية الدائمة، يعني بنفضل ننمي في الحاجة وكده. ممكن يعني بشرية، يعني نخليها تنمية بشرية. طب ما نعمل سيرش على جوجل في الخباثة. ممكن نعمل سيرش على جوجل ونعرف ايه هي التنمية المستدامة.